اي واحد بغى طريقه الصنع ديال هذه الاله هذه راني درتها في الفيديو. وكما عودناكم الاخوان دائما مع المقيم على الماء والمعادن، فهذا الفيديو اخترعت هذا الجهاز هذا اللي درت لكم عليه الفيديو، وغادي ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الصنع ديالو. كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا الجهاز هذا كما كتلاحظوا ها انتم الطريقه ديالو، كنحاول دائما ندير فيه الكبريت ويمكن نفسحو ونسدو على حساب المسافه، اما تكون 25 سنتيم او لا 50 سنتيم، يعني ما خصكش تعدى هذا القياس هذا الا بغيتي تصايب بحال هذا الجهاز هذا. ثاني حاجه هي ضروري خصك دير له الزواق الابيض، هذا هو الزواق الابيض كنديرو هنايا، وغندير لكم واحد التجربه قدام عينيكم وانتم كتشوفوا. ها هو الخاتم ديال الذهب، نحطو اتجاه ديال اليمين، ها هو قدام عينيكم. وغادي ناخذ هذه البياسه هذه ديال الذهب، خصني دائما اي حاجه قلبت كنقلب عليها خصني ندير ديك البياسه هنايا، مثلا كنقلب على المقره خصني ندير المقره هنايا عاد نقلب على المقره. الا كان في بحال دابا انا كنقلب على الذهب ودرت الذهب هنايا وغادي نقلب عليه بهذه البياسه هذه البياسه ديال الذهب، غادي ناخذها في هذه الاله هذه. عندي ثلاثه ديال الجهازات، وجهاز الرابع اللي هو خطير ومازال نقدم لكم في الفيديو ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالو. ملي كتحط هذه البياسه هذه ديال الذهب هنايا هو غيمشي الاتجاه ديال الذهب، مثلا انا كنقلب على الذهب خصني نحط الذهب هنا، لاحظ مباشرة عند الخاتم ديال الذهب. غنحاول نغير المسار ديال هذا الخاتم هذا في اتجاه ديال اليسار، وغنشوف الآلة هذا الجهاز هذا واش غيمشي في اتجاه ديال اليسار. شاهدوا الطريقة مباشرة عند الخاتم ديال الذهب. أي واحد بغى طريقة الصنع ديال هذه الآلة هذه راني درتها في الفيديو. بالنسبه للاشخاص اللي مهتمين بهذه الاله هذه وبغاو ياخذوها من عندي فمرحبا، اي واحد بغى هذا الجهاز هذا راه نبيعو له بكل فرح. هذا كل ما يخص هذا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا في الاشتراك في القناه جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.